لتنهي ما كنت تقوله عن عرافة وطنك. ساعدتك في مواجهة إله الحرب لأنها شاهدت رؤى أنه سيدمر الأوليم. أجل، وبهزيمة هانس أصبحت أنا إله الحرب. في النهاية أثبتت أن رؤيتها للهلاك صحيحة. بذلك حققت العرافة المستقبل الذي تمنت تجنب حدوثه. أظننا صحبة جيدة في ذلك. فريا، أعتقد سيغرون هي من ساعدتك في استعادة أجنحة الفالكري. أكانت حيثما توقعت؟ لم يكونوا، لكن أجل، فعلا. كانت تطلب مني طوال الوقت أن أتخلص من ضعفها، لكن ساعدتني رغم ذلك.
أيام الخوالي. اعتدنا التجول في هذا المعبد دوما. سنحيي بروك ثم ننطلق لمغامرة أخرى. افتقدت؟ أجل، كل شيء كان أبسط. اتفق. سيحافظ هذا على كل شيء فيك في مكانه الصحيح. مناسب. حان الوقت لأفعل شيئا. هذا سيوقف القلب أو يمزقه تماما. بالطبع فاسدة مثل ميدغارد. غرفة السفر بين العوالم. شهد المكان أياما أفضل. ألم نفعل كلنا؟ كريتوس، هل تتذكر عندما أحضرتك أنت وأتريوس إلى هنا أول مرة؟ يبدو هذا منذ عمر طويل. أجل، وبفضل تجهيزك تمكنا من تلبية آخر أمنية لفاي وتوجيهاتك يا ميمير. أين سيكلونيكا؟ لا يمكن الجزم. إنها في مهمة عبر العوالم بحثاً عن أخواتنا الضائعات. نأمل أن ننجح في إعادة أرواحهن إلى فانهان. قد نجد طريقة لإعادتهن إلى هيئتهن غير الفاسدة. أخبرني عن القوة التي بدأت عندك. سيرى المستقبل. بل يقرأ الشخص، يرى نواياه. ستكون نيتي أن أقتله، فعلت بذلك لن تفيده. أخي، إنه شخص لا يحب الاستهانة به، سيتوقع أي حركة تقوم بها. إذا كان عليك مواجهته فنحتاج لشيء آخر. أفضلية، أتسايرني؟ حسنا، فلنسأل الأقزام. لا بد من سؤال الأقزام. المعذرة سيدي، هل أستطيع محادثتك؟ لا يمكن، لا يمكن. ما العمل؟ ما الذي تريده؟ لقد نما إلى علمي أن نيثهوب قد قتلت، ونتيجة لذلك ذريتها طليقة في العوالم التسعة. ماذا في ذلك؟ للأسف، بدون وجود قدوة حسنة تقوم برعايتها، سيقع الأوغاد الصغار حتما ضحية للأذى. مع الوقت سيبلغ الأذى ذروته فيما لا يقل عن التهامهم للعوالم التسعة بالكامل. لتجنب حدوث مصير مروع، أحضر لي الأفاعي البيضاء. أعتقد أنني
سأكون أبا جيدا وسأحسن تربيتها. ستجد الكائنات تتغذى بالبكاء في أنحاء العوالم. استخدم هذا الجهاز لتخزينها بأمان وإعادتها إلي، وأعدك بأنني سأكافئك. هل تقصد أنك ستربيها بنفسك؟ بالضبط، لدي خبرة لا بأس بها في التعامل مع الشخصيات المتطرفة. مقارنة بمصارعة مشاعري بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إن تربية حفنة من الأفاعي البيضاء بمثابة نزهة علينا الذهاب. مات هناك أيضا. لقد عدت. لقد عادوا. اهدأ إنك. لدي أخبار. أخبرتك إلهات النورانات كيف تعيد أتريوس؟ هل لدينا خطة؟ تقول إلهات النورانات هايمدل سيقتل أتريوس. الخطة هي قتل هايمدل أولاً. هوب، واو، هايمدل، لنرى. لا يخسر ويتوقع كل شيء ولا يحبه الناس. لن يكون سهلاً. أياً كانت ميزته، سأتغلب عليه بميزاتي. تلك هي الفكرة. عليك أن تضغى على حواسه، أفهمت؟ وفي ذهني الشيء المناسب ليساعدك. سندري، أحضر دروبنير. دروبنير، نحتاجه، إمداداتنا. نحن لدينا الكثير ويفيض. حتى لو كان دروبنير ليس سلاحا، لماذا؟ تقصد أن ندمجه معه؟ بالضبط. وبعد ذلك سينطلق. أنت عبقري، ذلك ذكي. حسنا، أفترض ليس هناك شيء لفعله إلا إحضار دروبنير. دروبنير، تيقنت أنهما من سرقاه، وأودن لا ماني عند اختفائه. سرق دروبنير. نحن لم نسرق أي شيء، بل استرددنا ما وهبناه وما كان لنا حتى نوهبه. كيف سيتيح لي قتل هايمدل؟ لا تأبه بكل ذلك، إنها مفاجأة لعينة. نحن بارعان جدا. لتخزين دروبنير ستحتاجان إلى. تقولين شيئا؟ هل أنا تنوي قتل هايمدل؟ العنف لن يمنع العنف يا كريتوس، أظنك استوعبت ذلك الآن. بغض النظر عن ابني في خطر، فلن أسمح لمكروه يصيبه حتى وإن صارت حربا. إلى هذا سأفتقدك يا صغيري. أمسكته. أظن ظننتك لا تؤمن بالقدر. نحن قلقون بشأن ابنك، لكننا هايمدل لا يهدد أتريوس وحده، بل الجميع. إنه ذراع أودن اليسرى ويحمل البوق الذي يعلن بدء راجناروك إذا سمحت الفرصة للقضاء عليه. ويحتمل أنه فخ، لأن ذلك الوغد يعرف نواياك. كريتوس، أنا لم أرى قط من استطاع حتى مسه، ولا أحد. حسناً، جمعت ما يصلح للجمع. كم سيستغرق الأمر؟ علينا الذهاب لسفارت الفايم لجلب المواد، فضلاً عن زيارتي السيدة. هوف، يا للراحة. كريتوس،
حين تستعد. السيدة، لا فكرة لدي عما يتحدث. أراكم هناك. وقت رؤية السيدة، سأتولى الأمر. أولى، كل ذلك كان فكرتي. سأتحدث إلى السيدة، لا يتسنى لي أبداً التحدث إلى السيدة. توجد أسباب لذلك. بروك سيذهب. ماذا؟ لا 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 لا. لقد سمعت. تخلص من مخاوفك، لن أفسد شيء. ماذا؟ أيها التافهون، أذلك الذي سيبعدنا؟ حسناً، أعيد التفكير. ما كان كل ذلك إذن؟ فقد تندري وحاول أن ينال كل المدينة. ليس ذلك، البوابة. ما خطب البوابة اللعينة؟ غالباً شخص ما في الدنيل يحدث فوضى لعينة، ربما بسبب كل ذلك التسلل الذي فعلتموه. لكن لا تقلق رأسك المتدلية الصغيرة، روك العجوز جاهز. لدي طرق للدخول والخروج من الماضي، بوابات لن يفكر أبداً بالبحث عنها بسبب غلائهم. بروك، أين نحن؟ ها هي محطتكم. نفق خدمات مهجور يتجه لمخيم كوري حدادة. سألقاكم هناك، هيا. بروك، وها قد رحل. أمتأكد أنه كان الاختيار الصحيح لهذا؟ أثق بي، يتكلم بصراحة ولكن بوقاحة شديدة. حاضر الاشتعال. إذن نفق للقبور والمتفجرات متوقع من ثلاثة الأقدام، صحيح؟ أتذكر من شيء ساعدتك أن تقول هذا من شيم إيسير. أوه، حسناً، ربما أخذ ذلك. المسكين، لما يختبئ هنا؟ خاف من وجود شيء في تلك الأنفاق أكثر من الموت جوعا. لا يبدو ذلك منطقيا. الخوف غير منطقي. أرى لما هو نفق خدمة المهجور. تسرب نفط آخر. تسرب نفطي غير متوقع. ما
أهذا أنت؟ أجل، أريد محادثة كريتوس. اسمعني، عليك أن تجعلني أخذ مكان بروك. لن يتحدث إلى السيدة، يجب أن لا يفعل. لا، لا تطلب مجددا. لكن لا أصدق. هروب أتريوس ليس غلطتك، أم أنك بطل بروك فحسب؟ إلى ما ترمين يا صاحبة السمو؟ ألا يستطيع أذكى رجل على قيد الحياة ربط الأمور؟ يخفي العمالقة شخصية غامضة ستغير مصير راجناروك، وأنت غافل عن المرشح المنطقي الوحيد، من قاد الحروب ضد الآلهة وانتصر. أنا لست بطلهم. حسناً، يحق لكل منا إبداء رأيه. يا لحظة، إن وصلنا التعاون ربما ستحترق أسغارد يوما ما. هذا ليس هدفي. لا يعني أنه ليس قدر. البوابات متصلة ببعضها، حاول أن تكسر ذلك التفتيت البعيد. ذلك نوعا من القسوة الدموية القادمة، لن يسهل على الأقزام استعادة هذه الأنفاق. علينا فتح إحدى تلك البوابات. رأينا تلك الأحواض من قبل، أليس كذلك؟ نجح ذلك، أنا تحرك؟ رأيت هذا،
هل هو سبب اقتراحك لهذا التحالف؟ أتتوقعين مني قيادة جيوشك إلى راجناروك؟ هذه مهمة تير وليست مهمتي. أصبح واضحا أن تير لم يعد إليها حرب. ولا أنا، تركت تلك الحياة وراء ظهري. لم تترك قتل الآلهة، وإلا ما الذي نفعله في هذا العالم؟ صنع هذا السلاح خيارك، تعلم إلى أين قد يؤدي ذلك. أنا فقط أحمي. أعلم أعلم، وكلنا يعلم إلى أين قد تقودك حماية ابنك. أترياس كانت عملاقة، أليس كذلك؟ كانت من اليوتنار. نعم، لم أقصد أنها بطول المنزل. أعلم أن ليس كل العمالقة ضخامة. لا يعني ذلك وجود مشكلة في فروض الحل أو عدد الأطراف. لا شيء. ما سبب سؤالك؟ كنت أفكر كيف عاد أودن العمالقة لأجيال، وكاد أن يمحوهم من الوجود مرتين. الآن قد تتمكن من لعب دور في إيقافه من الأذى. أليس من الممكن أن هذا ما كانت تريده زوجته؟ لا تفترضي معرفة ما أرادت. لا أقول شيئا لم تفكر فيه. أسرارها تطارد كل خطوة في طريقك، أليس كذلك؟ ربما إذا تحدثت عن شكوكك فلن تنفجر عند التحدث إلى بي. أنا لا أشك، هي تعلم ما تركته ورائي. لم تكن لتطلب ذلك مني أبدا. لماذا تحتاج أن تطلب؟ لقد رأت قدرك. ثلاثة من أقارب أودن ماتوا بسبب المسار الذي وضعتك عليه. ألا تظنها كانت تعلم معنى إرسالك إلى يوتنهايم؟ هذا تخمين ليس إلا، وربما هذا يكفي يا صاحبة السمو. نحن جميعا نبذل جهدا للتعاون هنا.
أنت محق، لا يحق لي التحدث في ذلك. حسناً، لنجعل تلك العجلة تدور. بداية جيدة. مرحلة التعاون. أو بئس أن يوجد اثنان منهم وهما غاضبان. يسارا يا أخي. حسناً، من مستعد لبعض الهواء النقي؟ الجميع، كنت أعلم. المكان قريب، أشعر بذلك. اسمع، لم أكن أحاول استفزازك أو التشكيك في زواجك. يبدو لي فقط أن أفكارك لم تلحق بغرائزك، وأنا أعلم شيئاً عن ذلك. عندما نخرج من هنا سأتركك وحدك. فكر فيما إذا كنت مستعداً لما يعنيه صنع هذا السلاح واستخدامه. في غضون ذلك سأرى ما يمكنني تعلمه ونحن هنا. ربما سأرسل القليل من إنهريار إلى فالهالا على سبيل الاحتياط. حسناً، فلتستمتع. هاي، وصلتم أخيراً. جهزت كل شيء هنا. الآن علينا الإسراع إلى كور الحدادة. فالكي، مؤكد أنكم مررتم بالصعاب للقدوم هنا وإطلاق سراحتي. اتضح أنه جائزة رائعة، لكنكم كنتم واعين كفاية حين سرقتم مطبخ. لنتخلص من ذلك العيو وإذا ستنتشر مولاد العيو. هؤلاء المغفلون، لا عجب أنهم أغلقوا الأبواب. لست قوياً بما يكفي. مهلاً، أوشك على الوصول. هنا. تفضل بالدخول يا غريب. لن أعتاد على هذه الحيلة أبدا. المحليون أمامنا، تهذبوا ولنأمل ألا يدق أحد ناقوس الخطر.
توقفوا عن التذمر أيها الصغار التافهون الحاملون للدرع الواقي. ألم تروا بطلا أسطوريا في الحقيقة من قبل؟ هذا ليس جيدا. ترى المشكلة هنا صحيح؟ صنعت مقل العيون المخيفة تلك عشا على الكابلات، فلنجد طريقة لإزالتها. يبدو أن العجلة التي بالأعلى تفتح البوابة، كأننا يمكننا الوصول إليها. لا طريقة للصعود من هنا. لما لا تنظر حولك وتجد طريقة لرفع هذه الرافعة؟ هذا هو المطلوب. مهلا، أنا قادم. أخي، لاحظت أن أقزام المخيم أصيب بجزع مضاعف عند رؤية بروك، أكثر من رؤيتك. فلا عليك التفاجئ. يمكنني تدوير ذراع التدوير وتغطية ذلك الينبوع الحار. أعطيني الإشارة حين تستعد. الآن هيا. فتحت هذه البوابة، لكنك تحتاج الصعود هنا لاستخدامها، أتفهمني؟ أدرها. علم. أدرها ثانية. أجل أجل، إنه يصعد. يجب أن نوقفهما معا، أتفهمني؟ هذا واعد. مرة أخرى. أجل أجل، ها أنت ذا محق تماما. مجددا. تنتظر. مهلا، لدي لغز آخر لك. ما الذي يزداد حجمه كلما أخذت منه؟ دعنا نرى. شيئا مجردا أتوقع. الشهية. لا، هذا لا ينفع. حيرك المحير. أليس ذلك ذكيا؟ أحمق. هذا منعش. أعتقد أنني سأخذ بعضاً للسيدة. تأخذ بعضاً من ماذا؟ الرياح؟ كلا أيها الأحمق، إنه صوت الرياح. كيف؟ شاهد وتعلم. أترى؟ يتعلق سحر الأقزام بكل ما هو غير ملموس. العلاقة بين ما يمكن لمسه وما لا يمكن لمسه. يتعلق الأمر بالفهم. فهم ماذا؟ إن طبيعة الشيء أهم بكثير من شكله. انتظر، أشم المتاعب. خذ هذه أيها الأحمق.
ذلك أفضل الرجال والنساء والكلاب. إذن هذه السيدة، سيدة كور الحدادة، ليس من مخلوق سحري في هذا العالم كله يشبهها. كنت أتشوق لمقابلتها منذ أن كنت في مستوى ركبة نوكم، لكن لم يسمح سندري بذلك، قال إنني فظ للغاية. لكن ها قد حان اليوم، ويقشعر بدني بأكمله. بروك، لم أرك بهذا القدر من الوقار. هذا لا ينفع. ما الخطب هذه المرة؟ تباً، علي إصلاح كل شيء في هذه المدينة بنفسي. سأحتاج بعض الأشياء اتبعني. لا أصدق، يا لسوء حال هذا المكان، هذا مهين. أحتاج أن يقبل فأسنا تلك المادة هناك، المادة الفلزية الشائكة، ستكتشف ذلك. هذه السيدة، ما الذي تفعله؟ حسناً، سنرى ذلك قريباً جداً. أعرف، لكن إذا حالفنا الحظ فستمنحنا مباركتها. إنها لا تمنحها لكل شيء، لكن عندما تفعل تصبح أشياء تستحق المشاهدة. الفأس؟ تلك العملية كانت معقدة بشكل مختلف تماماً. ربما سأروي لك الحكاية في وقت ما. في الوحيدة التي فهمت حس الدعابة لدي كانت امرأة رائعة، بغض النظر عن ذوقها في الرجال بالطبع. أحتاج قطعة من تلك المادة البرونزية عند الخشب المكسور. في تلك الحياة أنشغل بالمحاولة بأن أكون الأفضل فيما أفعله حتى أسقط فاقد الوعي. مر الزمن وقلما علي إثباته. تتعلم أن تحافظ على وتيرتك، توفر جهدك الإضافي حتى تصبح الأمور شخصية، كأن تري للسيدة حقيقتك. واو أيها البارع، فقدت الأمل في حل ذلك اللغز بسرعة. أستسلم، لا شيء، يزداد حجمه كلما أخذت منه. هذا صحيح. وجدتها، إنها الرغبة. لا، ماذا تعني بالله؟ تنمو الرغبة فقط عندما تسلب الشيء الذي ترى. حسناً، هذا ليس مثالياً، ولكن دعنا نسمع إجابتك. لن تستخرجها مني بسهولة. حسناً، لنعد إلى العمل. أمامنا القليل ونصل إلى كور حدادة. لا أرى كور حدادة. أنت لا ترى هيئة الكور، بل إننا نسعى لجوهر أحدها. كدت أفهم قصده للحظة هنا. نحن بخير، أدر. أين كور الحدادة؟ ها قد أتت. أحتاج المكون الأخير، دم إله. مد إليها يدك.
معقول كدت أنسى. سيدتي، سنتشرف للغاية إن باركتيه لنا. هل مرحبا؟ مرحبا. ما خضوها؟ تتجاهلني تماما وترحل. لا تتحدث الحوريات إلى أجسادنا، بل لجزء من أرواحنا، جزء ربما ينقصك أنت. تباً يا سندري أيها الكاذب اللعين. عرفت، أنا ميت، أنا حقاً ميت. ما الذي تريده؟ نحتاج مباركة. أجل، ومن يمكنها ذلك؟ انطلقت بين الطحالب. بل نحتاج مباركة حداد جدير. ماذا؟ كلا كلا، لا يمكنني مباركته، لا أتمتع بكامل روحي، لذا المباركة غير مجدية. بل الجوهر هو ما يهم لا المظهر. حسنا، ندعو لمباركة هذا السلاح، وندعو أن يحمل بحكمة، وأن يترك حين تنجز المهمة. لنعود إلى الديار. تعرف أنه لا يمكن أن نعينه بالديار دون رميه أولاً. انظر، لدينا متطوعون. هذا ما أتحدث عنه، ليست أول مرة تستخدم فيها رمحاً. إنه أول سلاح للإسبرطيين. اللعنة، أليس هذا مثل الأيام الخوالي تماماً؟ لم أكن لأشرح الوضع بشكل أكثر. خلفك. أقدر ما قلته هنا. من الجيد أن يكون لديك أصدقاء عندما تكتشف أن أخاك كاذب. كان يرغب في حمايتك بلا شك. لم يكن القرار قراراً، إذا مات رجل فيحق له أن يعلم ذلك. اطمئن يا بروك، كلنا نموت في وقت ما، كثير منا أكثر من مرة. عذراً، لا أهتم بكل ذلك، علينا الانتهاء من اختبار قدرات الرمح. هيا، قد تضطر إلى الإبداع في المستقبل. اللعنة، أعشاش مقلات العيون منتشرة. جهز ذراعك القوية. كابوس يسارا. العش، سدد على العش اللعين. خلفك، انتبه.
تتخلص من ذلك العش وإلا ستنتشر مقلاة العيون. توقف عن الثرثرة وحطم ذلك الشيء قبل أن يظهر المزيد. يزداد حجمه كلما أخذت منه. هل هو الوقت؟ لأنه كلما أخذت من الأحداث زاد نطاقها في ذاكرتك. لا، يبدو هذا هراءني الآن بعد أن قلته. لا تهتم. اليوم جاي. فلنقضي عليهم. أنا أنتظر. نداء لجميع الحمقى. خلفك يا أخي. مبهر. كان ذلك مخيف. لا أرى أي نقاط ضعف. احذر الأسفل. قد فات الأوان. أوقعه في الفخ. عظيم، تمكنت منه. مرحبا. آسف، لم أقصد إخافتك. لم تفعل. صحيح. أعد ذلك إلى راتاتوسكار عندما تستعد. خدمة أخيرة أطلبها واعتبر حسابنا منتهيا. ما حدث هناك في كوري الحدادة مع السيدة، هذه قصتي لأرويها. حسنا، أتفق. جيد جدا. هؤلاء البشعون تطيح به حسدة الأرواح. لا. خلفك انتبه. قنبلة في الطريق.
الأخير. أرى اختصاراً. أجل، أنا دع بروك يطور عدته قبل أن يذهب. حسناً، شكراً لك يا بروك. آمل فقط ألا يصاب سندري بأذى بعد مواجهة بروك، فالأوضاع بين هذين الاثنين هشة للغاية حتى في ظل أفضل الظروف. ترى أين الجميع؟ هل الوقت مناسب؟ نود أن نتحدث من أب لأب. وبالمناسبة تخيل مدى دهشتي حين طرق أتريوس بابي. على العموم إن حاله جيد وسيظل هكذا ما دمت سوف أعود سالما إلى أسغارد في وقت قريب، كما أن صديقنا لديه ما يعيش لأجله. محل جدل، فلترحل وأحسن التصرف. رمح جديد؟ لا أهتم لأمر بروك، لكن ذلك القزم موهوب. جئت لتتحدث، تحدث. لا تسعى للحرب، صحيح يا كريتوس؟ وكل الدم الذي بيديك وبيدي ابنك. أريد السلم بقدر ما تريده، ربما قد نعثر عليه معا. يا كذب. أعلم. إن فتانا ذاك هو ما كنت أتوقعه، عبقري جدا، حنون. ابنك حقا؟ أمزح، لابد لك أن تكون فخورا به، إنه السبيل إلى السلام في عصرنا لكي نتحرر من متاعب المصير والنبوءة. ابني ليس سبيلك. يا إلهي، ألا تعرفون المجاز في دياركم أو مكانة دياركم؟ آسف، ذلك غير منصف، أنت لست الإله الذي كنت عليه، والآن فرصتك لإثبات ذلك. أعد لي يا ابني، وإلا سترى الإله الذي كنت عليه. ترى أي إله ذلك يا كريتوس؟ ما الذي حتى تعرفه عن الألوهية في حياتك؟ هل أي أحد سبق وقدسك أو تضرع إليك؟ هل حتى تخيلت هكذا محبة؟ لا، لا تهتم بأمر البشر، لا تهتم بشيء سوى نفسك، سوى الوحش الذي يقتل دون سبب. تخشى ما لا يمكنك حتى أن تأمل أن تفهمه. فهل تستغرب أن ابنك ليس في عجلة ليعود إليك؟ لا تسمع إليه يا أخي، يحاول العبث بأفكارك. وغد بارع. يا لجراءته ليحضر هنا، على الأقل أزعجته بقدر إزعاجه لك. توقيت جيد لنرى ما صنعه في سبروم. رفض. أنت تحترق كريتوس، سيمر. عدو
انتبه ليسارك. إذن هذا هو السلاح؟ رمح دروبنير؟ رمح دروبنير. حسناً، أتوقع العديد من رماح دروبنير. هيا، وجدت بوابة. نحتاج فقط إلى أن نستقل القطار. لأكن صريحاً، أنا خلف. لقد صنعنا سلاحاً لقتل إله. يمكن للمرء أن يقول إنك على وشك العودة إلى سابق عهدك. أيخيفك هذا مساعدة إله قاس آخر؟ أنا خائف عليك يا أخي، فهذا الرمح قد يشن حرباً. الحرب، إذا لم يعد هذا يثير مخاوفك، إذن ربما تكون فريا محقة. ربما كنت خيار العمالقة طوال هذا الوقت. شيئاً يا كريتوس. نقش آخر من ياري وسومر. الأرجح أن هناك مكون من الوصفة.
كيف وصلا لهذا العالم؟ كانا يجيدان السفر عبر العوالم. نشأ ياري على يد محارب من ميدغارد. كان قدره أن يقاتل في حروب العائلة ويجد زوجته ويموت في سبيل المجد، لكنه رفض ذلك، غادر، سلك طريقه الخاص به. لن يفاجئني أن نجد علامتهم في عوالم أخرى أيضا. إذن هذا هو رمح دروبنيك، مستعد لاستخدامه؟ لحماية أتريوس. لست بطلا لأحد إلا هو، ولا إله أحد. قد يبدو مظهري كهذا، لكنها ليست طبيعتي. هل تفهمين؟ أعتقد أن اختلاف الرأي ليس بالأمر الهين كي أضعه جانبا من أجل هذا التحالف، ولكن ما دامت الخطة هي قتل هايمدل فالباقي لا يهم. الأخبار تفيد بأن أودن لديه معرفة طفيفة بما نخطط له. أظنني سمعت الغرباء. اللعنة، ماذا قال؟ تهديدات والمزيد من الأكاذيب. ماذا تتوقعين؟ تعتقد أن وجود أتريوس في أسغارد كذبة؟ لا، لكنني أخشى تصديقه. إذن فالباقي لا يهم. رأيت بوابة قريبة تطل على الخليج، يمكننا الوصول إليها برمحك من هنا.